أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وإنك في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم ذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين. وما يأتيه من نبي إلا قالوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. وإنا إلى ربنا منقلبون. وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذوا مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أفمن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. ستكتب شهادتهم ويسألون. وقال لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لكم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا
أعصارهم مقتدون. قال أبله جئتكم بأخدع بما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي وجعلك كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متخت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضكم فوق بعض الدرجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر برحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعاريج عليها يزخرون. ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يخش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. وإنكم ليصدونكم عن السبيل ويحسبون أنكم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. وإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناكم فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وإن يكن ذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إنا في إلا فرعون وملئه
فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريه من آيات الإلهية أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منكم فأغرقناكم أجمعين. فجعلناكم سلفا ومثلا للآخرين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. وإن كل علم للساعة فلا تمترون بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يسودنكم شيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة وليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. هل ينظرون إلا ساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون؟ الأخلاء يومئذ بعضكم لبعض عدو إلى المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون.
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون. يطاف عليهم بسخاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتكيه الأنفس ولذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أم يحسبون أنا لا نسمع سراهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه شفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقكم ليقولون الله، فأنى يؤفكون. وكيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاسفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. آمين. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم. أمرا من عندنا، إنا كنا مرسلين. رحمة من ربك، إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما، إن كنتم موقنين. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. بل هم في شك يلعبون. فارتكب يوم تأتي السماء بدخان مبين. يخشى الناس، هذا عذاب أليم.
ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أنى لكم ذكرى وقد جاءكم رسول مبين. ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منقلبون. إنا منتقمون. ولقد فتنا قبلكم قوم فرعون وجاءكم رسول كريم أن أدعو إلي عباد الله إني لكم رسول أمين. وأن لا تخلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. وإني عزت بربي وربكم أن ترجمون. وإني لم تؤمنوا لي فاختزلون. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون. فأسري بعبادي ليلا إنكم متبعون. واترك البحر رهوا إنكم جند مغرقون. كم تراكم من جنة وعيون وزروع ومكان كريم ونقمة كانوا فيها فاكهين. كذلك وأورثناها قوم آخرين. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عليا من المسرفين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. وما نحن بمنشرين. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. أهم خير أن قوم تبعي والذين من قبلهم. أهلكناكم إنكم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين. يوم لا يغني مالا عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرات الزقوم طعام الأثيم كالمخل يغلي في البطون. كجلي الخميم خذوه فاقتلوه إلى سواء الجحيم.
ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم. ذق إنك أنت العزيز الكريم. إنك هذا ما كنتم به تمترون. إن المتكين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين. كذلك وزوجناكم بحور عين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وبقاهم عذاب الجحيم. فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. فارتقب إنكم مرتقبون. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين. وفي خلقكم وما يبث من دابة آية لقوم يؤمنون. واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فبأي حديث بعد الله بآياته يؤمنون. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصير مستكبرا كأن لم يسمعها، فبشره بعذاب أليم. وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. من ورائهم جهنم، ولا يغني عنهما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء، ولهم عذاب عظيم. هذا هدى، والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. قل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الآخر ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات
وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينة من الأمر، فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم، إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فتبخها ولا تتبخ أهواء الذين لا يعلمون. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجتراحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصائره غشاوة فمن يهديه من بعد الله، أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا دهر، وما لهم بذلك من علم، إنهم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتكم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض، ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية، كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته، ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلت ما ندري ما الساعة
إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستقطبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى، والذين كفروا عما أنذروا مخرجون. قل أريتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه، قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا وهو أعلم بما تفيدون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم، إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أريتم إن كان من عند الله وكفرتم به والشهيد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، وهذا كتاب مصدق لسان عربي لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين.
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، حملته أمه كرها ووضعته كرها، وحمله وفصاله 30 شهرا، حتى إذا بلغ أشده بلغ 40 سنة قال ربي أوزقني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأنا أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا وتجاوزوا عن سيئاتهم في أصحاب الجنة، وعد الصدق الذين كانوا يوعدون. والذي قال لوالديه أف لكما أتعيدانني أن أخرج وقد خالت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقولون ما هذا إلا أساطير الأولين. أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خالت من قبلك من الجن والإنس إنكم كانوا خاسرين. ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. ويوم يخرج الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الخن بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خالت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا أجئتنا لتكفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. فلما رآه أريدا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عريض ممطرنا بل هو ما استخجلتم به ريح فيه عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربك فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
ولقد مكناكم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنكم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. ولقد أخلقنا ما خلقكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصاركم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله فآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى بَلَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستخجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون.